كل دول العالم لديها صناديق سيادية لضمان حقوق الأجيال القادمة، إلى أي مدى نحن اليوم بحاجة لهذه الخطوة؟ نعم، شكرا جزيلا لك وللأخت ولمشاهديكم الكرام. هذا الموضوع بالحقيقة ينبغي أن لا يسكت عنه مطلقا، وإنشاؤه اليوم أفضل من غدا، وإنشاؤه كان ينبغي أن يكون بالأمس وقبل الأمس. نحن لو فكرنا بهذا الموضوع بجدية واستطعنا السيطرة على الأموال والحد من أموال الفساد التي هدرت، كان الآن لدينا صندوق سيادي بمبالغ كبيرة جدا تطمئن المستقبل الذي تنتظره الأجيال، فضلا عن تجاوز أي أزمات مالية مرتبطة كما ذكر في تقريركم بموضوع النفط كمورد ريعي للبلد باعتباره المورد الرئيسي، وينبغي أن يستثمر هذا المورد كلما ارتفعت أسعاره، فهناك قناة تستطيع أن تستوعب هذا الفائض من الأموال وهو الصندوق السيادي. طيب، فهو أمر يعني إن لم يكن ينشأ اليوم أو غدا فينبغي أن لا نسكت عنه، وينبغي أن يعني نستمر بالإلحاح في إنشائه، وهذا سيعتبر أمرا إيجابيا للعراقيين في الوقت الحاضر وللمستقبل. الصناديق السيادية في الدول بالحقيقة تنشأ بأشكال عديدة، ونادر من الدول التي تعتمد على موارد معينة أن لم تنشئ صناديق سيادية. في بعض الدول أكثر من صندوق سيادي، هذه الإمارات بقربنا فيها أكثر من صندوق سيادي على مستوى الإمارة الواحدة وليس على مستوى دولة. طيب، الإمارات ككل فيها صناديق سيادية. الكويت طيب سبقتنا قبل ذلك بنصف قرن من الزمان. دكتور موفق، يعني نعم. قانونيا هذه الصناديق، ما هي الخطوات اللازم اتباعها لتأسيس صناديق سيادية؟ من هي الجهة التي يمكن أن تشرع بتحقيق هذه الخطوة؟ البرلمان أم الحكومة؟ لا، هو طبعا يقدم مقترح من الحكومة، ولكن نحن لدينا النواة. إن نعود إلى التاريخ قليلا، لدينا صندوق العراق للتنمية الخارجية، هذا نواة في الحقيقة لأن يكون صندوق سيادي. هذا أنشئ منذ زمن بعيد ولكن الآن غير مفعل. كانت هناك موارد تأتي من شركات النفط ومصادر خارجية وداخلية من أجل التنمية في حينها، البلد كان في طريق التنمية. نحن الآن تصلنا موارد هائلة بالأسعار الحالية، فينبغي أن تكون هذه الموارد الفائضة عن تقدير سعر برميل النفط للموازنة تذهب إلى هذا الصندوق، فضلا عن أننا إذا سيطرنا على واردات العراق النفطية بشكل خاص فإننا سنستطيع بناء صندوق سيادي يعني ثقيل ويفي بمتطلبات وتحقيق الأهداف المطلوبة منه. هذا الصندوق يجب أن يكون كما قلت، والمبادرة التي جاء بها السيد الخنجر يعني مبادرة فعالة ينبغي أن نصر عليها، وكما قلت ينبغي أن يكون هذا الصندوق اليوم وليس غدا، وهو بالحقيقة تطبيق للمثال الشائع المعروف عندنا، القرش الأبيض لليوم الأسود. نحن الآن بما أننا في بحبوحة من سعر النفط فلدينا هذا القرش الذي ممكن استثماره. صندوق السيادي هو ليس صندوق، هذا اليوم الأسود جامد، ربما يأتي وإنما هو دكتور. صندوق استثماري. نعم، ربما يأتي هذا اليوم الأسود عندما مررنا لا يعتمد على كثيرة. النفط ويتم يعني نعم يعني ربما هناك مرحلة ما بعد النفط. يعني في هذه الخطوة كيف يمكن للعراق أن يؤمن هذا الصندوق يعني إذا تم تشكيله بدون نفط يعني في المستقبل؟ أخي الكريم، هذا الصندوق هو ليس صندوق جامد نضع فيه الأموال كالخزنة أو كالقاصة، وإنما هو صندوق استثماري. هذه الموارد التي توضع تحقق عائدا بذاتها، عائدا من استثماراتها، فالصندوق ينمي نفسه فضلا عن إيداع الفائض النفطي الذي لا تحتاجه الموازنة. فإذا هذا الصندوق هو عبارة عن نفط دائم إن صح التعبير. نعم. إذا ما أحسننا الاستثمار والإدارة بشكل جيد، فإذا الأمر ملح، النفط سوف لا يدوم. إن دام 50 سنة فسوف لا يدوم أكثر، وإن دام أكثر فسوف ينتهي. إذا ماذا سنفعل بعد أن ينتهي الصندوق؟ والزراعة معطلة والصناعة معطلة، إذا لابد من ثروة
نضعها من أجل تلك الأيام التي قد ننتظرها وربما الأجيال القادمة أيضا تحتاجها. إذن الصندوق هو أمر حيوي بالنسبة لاقتصاد البلد، وهو جانب مهم بالنسبة لنا، وتجارب الدول كثيرة والخبرات موجودة، وهناك دراسات وأطاريح أجريت على هذا الأمر بالإمكان أن يعني الاستفادة منها لكي ينجح إنشاء مثل هذا الصندوق في البلد. طيب، لماذا لا يستطيع العراق أن يخرج من إطار الدولة الريعية، على الرغم من أن كل الحكومات المتعاقبة كانت تتحدث عن تنويع المصادر؟ في الحقيقة هذا الأمر يعود إلى السياسات التي يعني قامت بها الحكومات السابقة، ولا سيما بعد 2003 إلى الآن لم تفكر إلا في نفسها، وأقصد هنا نفسها هي نفس الفئات التي تحكم من أحزاب وسياسيين جاءوا للمكاسب ولم يأتوا لبناء وطن. الآن ينبغي أن نعود إلى رشدنا ونبني الوطن، والوطن ينبغي أن نستثمر فيه كل طاقاتنا المالية والمادية والبشرية من أجل ضمان المستقبل. فالصندوق السيادي هو فقرة مهمة في هذا الاتجاه، لذا يجب أن تكون هناك جدية في إعداد دراسات ووضع موارد لهذا الصندوق بعد إنشائه. والعملية ليست بصعبة بالحقيقة، لأن هذا الأمر يعني كثير من الدول سبقتنا، الدول التي جاءت بعدنا سبقتنا في هذا المجال. الكويت من الخمسينات أنشأت صندوقا سياديا، وهو الآن من الصناديق الكبرى في العالم. وكذلك كما قلت الإمارات والسعودية وكل الدول النفطية بلا استثناء التي تعتمد النفط ريعا أنشأت صناديق سيادية، وهذه الصناديق الآن تشكل ثروات طائلة تفوق ما يعني جمعه العراق من إرادة النفط خلال هذه 20 سنة أو 19 سنة الماضية. إذن الأمر مهم جدا، يعني لو نظرنا إلى ما وصلت إليه بعض الصناديق السيادية لبعض الدول تجاوزت $1 تريليون، يعني $1,000 مليار. نعم. هل جمعنا نحن واردات من نفطية $1,000 مليار خلال هذه 19 سنة من 2003 إلى الآن؟ الجواب كلا. إذن الصندوق السيادي كما قلت هو نفط دائم. شكرا جزيلا لك الخبير المالي والاقتصادي الدكتور موفق السيدي على هذه المداخلة.